إن المتصفح لمقتطفات التاريخ البيزنطي في منتصف القرن العاشر ولأكثر من 20 سنة يجد اسماً واحداً يطفو على كل صفحة من صفحات ذلك التاريخ كفارس شجاع كان عدواً لدوداً للإمبراطورية البيزنطية. فارس أمير هو رافع راية الجهاد ضد البيزنطيين ومؤسس إمارة حلب، إنه سيف الخلافة العباسية، القائد المحارب، سيف الدولة الحمدانية. هو أبو الحسن علي ابن عبد الله ابن حمدان، لقب بسيف الدولة، وقد اعتنى أبوه بتعليمه وتنشئته على الفروسية منذ نعومة أظفاره، وأظهر سيف الدولة استعداداً كبيراً ومهارة فائقة في القنص والرماية وركوب الخيل منذ صغره، حتى صار فارساً لا يشق له غبار وهو في 20 من عمره. نشأ سيف الدولة نشأة عسكرية حربية وفي بيت إمارة وبين يدي العلماء. كيف أثرت هذه النشأة في شخصية الفارس وأيضاً محب العلم والشعر والأدباء؟ سيف الدولة الحمداني، هذا الرجل نشأ في بيت إمارة وفي أحضان العلماء، وهو أبو الحسن ابن أبي الهيجاء ابن علي ابن عبد الله ابن حمدان ابن حمدون التغلبي، ولد سنة 230 من الهجرة، وهذه السنة تولى أبوه إمارة الموصل. أما لقب سيف الدولة فهو لقب منحه له الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وأطلق عليه أيضا سيف الخلافة العباسية. نعم. لأنه استطاع أن يرد الخليفة العباسي إلى حكمه بعد أن حاول البريديون دخول بغداد والاستيلاء على الحكم، فكان من نتيجة هذا أن كان له الخليفة العباسي كل التقدير والإعزاز والاحترام والتبجيل على ما فعله، بل وصل الأمر ليس فقط بأن منحه لقب سيف الدولة، ولكن أيضا أمر بأن ينقش اسمه على السكة، السكة أي العملة في ذلك الوقت. وهذا الصنيع كان له كبير الأثر عند الخليفة، حتى إنه خلع عليه لقب سيف الدولة وضرب عملة باسمه في ذلك التوقيت، وهذا الأمر جعله يكسب أرضية قوية عند الخليفة، مقرب إلى الخليفة العباسي. كان على دراية كبيرة بالأمور التي تحدث في الداخل الخلافة العباسية من صراعات وفتن والوصول إلى الحكم، ويرى أن هذه في مصلحة البيزنطيين. نعم، هو لمس أمور الداخل السياسي في الدولة العباسية، وعرف أن البيزنطيين يريدون أن ينقضوا على الخلافة الإسلامية خاصة في أطرافها الملاصقة لجزيرة العرب. أضف إلى ذلك أنه تربى في بيت فروسية، فكان ماهرا في القنص، ماهرا في الرمي، ماهرا في ركوب الخيل. كل هذه المؤهلات أهلته لأن يكون قائدا ومؤسسا لدولة كبيرة. كانت هذه الدولة في نزال مستمر مع الروم، وألحقت بهم خسائر فادحة، يعني أبرز هذه الخسائر عندما استرد منهم حصن الحدث. حصن الحدث عندما استرده منهم، وبالمناسبة هو كان يلازمه في هذه المعركة المتنبي، والمتنبي هو الشاعر أبو الطيب المتنبي، شاعر يجيد تصوير المعارك الحربية. أظهر سيف الدولة خلال المرحلة العراقية من حياته بطولات خارقة دفاعاً عن الخلفاء العباسيين الذين كانوا يعانون الاضطهاد والفتن. سيف الدولة الحمداني كان على دراية كبيرة بما يحدث في العراق وفي الخلافة العباسية من اضطرابات وأيضاً فتن وصراعات داخلية للوصول إلى الحكم، ويرى أن هذه الأمور في مصلحة البيزنطيين، فكان شغله شاغل محاربة ومجابهة البيزنطيين. كيف خاض هذه المعارك وأسس مدينة حلب؟ في ذلك الوقت الخلافة العباسية خلافة واهية لا تملك من القوة، بل تستجدي من يدافع عنها، وظهر هذا الشاب الرائع العظيم سيف الدولة الحمداني في شمال بلاد الشام والعراق. يعني إذا كان هو ولد في مدينة ميافرقين بالقرب من الموصل شمال العراق في أرض الجزيرة الفراتية، ولكنه استطاع أن يمد سلطانه وحكمه
شرقا حتى وصل إلى البحر المتوسط، حينما دخل مدينة حلب وجعلها قصبة ملكه وحاضرة مملكته إذا جاز التعبير. وانفرد سيف الدولة الحمداني بشمال بلاد الشام، فأصبح يجمع ما بين شمال الشام كله وحلب وشمال العراق والجزيرة الفراطية، ونقول شرقا حدود أرمينيا، وغربا حدود الدولة البيزنطية أو دولة الروم كما يطلق عليها القرآن الكريم. ومن ثم الصدام والمواجهة مع البيزنطيين. لا محيص، لم يكن هناك محيص أمامه من الصدام مع القوات الروم أو مع الدولة البيزنطية، وخاض في الكثير من المواجهات والفتوحات حتى موقعة أرمينيا، واسترد الكثير من الممالك التي استولى عليها البيزنطيون، وأيضا حاربهم في الكثير من الفتوحات. حاربهم في كثير من الفتوحات واسترد كثيرا من الممالك، ونزل يعني كان ينزل بهم الهزيمة تلو الهزيمة. عشان كده كل المناطق اللي كانت موجودة، حسن منصور، عين زربة، المصيصة، ملطيا، ترسوس، كل هذه المدن الحدية استطاع سيف الدولة الحمداني أن يستعيدها من القوات البيزنطية التي كانت قد دخلت أرض المسلمين وأسقطت معظم هذه الحصون والمدن الحدية وضمتها إلى دولة الروم. حتى مشاكل الداخلية مع قومه كالإخشيديين ومن على شاكلتهم توقفت، لأنهم رأوا فيه القائد المنتصر حامي البلاد الإسلامية، لرقعة الدولة الإسلامية والواقف على ثغور هذه الدولة. نعم. فأوقفوا نزاعهم الداخلي بغية أن يتفرغ هو لصد هجمات الروم ومن على شاكلتهم ممن يريدون الانقضاض على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. لذلك هو تمكن أنه هو في 1938، فترة من 1938 ل 1940، أنه هو الجزء الغربي من أرمينيا يدخله ويأمن حدود دولته شرقا، يعني أرمينيا بالنسبة لدولته تعتبر هي الحد الشرقي، واستطاع فعلا أن هو يأمن جانب الأرمن ومربعة مستقرة إلى حد كبير. الإزعاج الأكبر والخطر الأكبر لم تكن أرمينيا، إنما كانت دولة الروم على الحدود الشرقية لبلاده. نعم. الشمالية والشرقية لبلاده. لكن استطاع سيف الدولة أنه هو في إحدى الغزوات أنه يأسر كبار القادة البيزنطيين ويسقهم إلى الأسر، وعدد دمشق أو القائد العام للقوات البيزنطية بخوفي حنين. مع سيطرة الحمداني على حدود الجزيرة والشام، دعا القبائل من حوله إلى الجهاد وفتح مع البيزنطيين حروبا لا تهدأ، وبات العدو الأبرز لهم في الشرق. توسع سلطان وحكم سيف الدولة الحمداني لتأسيس الدولة الحمدانية وأسس إمارة حلب. سيف الدولة الحمداني أسس إمارة حلب، ثم مال بعد ذلك إلى دمشق واستولى عليها، ثم بعد ذلك دانت له واسط، فكانت مملكته مملكة قوية عظيمة في ذلك الوقت. كل هذه الانتصارات الحقيقة عملت حالة عند سيف الدولة الحمداني، خاصة أنه هذا الرجل لم يكن فقط مجرد قائد عسكري، ده نموذج فريد من القادة العسكريين اللي يجمع بين العلم والأدب والفكر والثقافة والعسكرية أو الجندية حالة. كان قبلة للشعراء والأدباء في مجلسه. بلاط سيف الدولة الحمداني كان بلاطا نموذجيا يحاكي بلاط هارون الرشيد والمعتصم بالله، اللي هم كبار الخلفاء العباسيين. كان بلاطه يجمع الكثير من العلماء والأدباء والشعراء جدا، حتى إن المؤرخين عندما أرخوا لسيرته كتبوا أنه لم يجتمع بباب أحد من الأمراء أو من الملوك بعد الخلفاء الراشدين مثل ما اجتمع ببابه من العلماء ونجوم ذلك الوقت. فكان ببابه دائما وأبدا المتنبي أبو الطيب المتنبي، ثم كان بعد ذلك علماء النحو، فنزل عنده أبو الفتح عثمان بن جني، نزل عنده ابن خلوي، ونزل عنده أبو علي الفارسي، نزل عنده أبو الفرج الأصفهاني. نعم. صاحب كتاب الأغاني. نعم. هو كتاب الأغاني يمكن لما أتم تأليفه أبو الفرج الأصفهاني قدمه هدية لسيف الدولة وأجازه عليه جائزة كبيرة، وفي هذا ملمح أن هذا الرجل كان يعي معنى كلمة دولة. تصدى سيف الدولة لمحاولات البيزنطيين للاستيلاء على الشام في أكثر من 40 مواجهة وموقعة،
ليشكل سدا منيعا دون وصولهم إلى هذه البلاد.